إلى قمة المناخ في غلاسكو، معنا من هناك مراسل الإخبارية مهند الراوي. أهلا بك مهند. المملكة العربية السعودية التزمت بالحياد الكربوني، كيف هي الاستجابة الدولية في قمة المناخ في غلاسكو؟ نعم، اهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام. بالتاكيد هي اليوم هو اليوم الثاني من ايام القمه المنعقده في غلاسكو اسكتلندا شمال بريطانيا. اليوم الثاني هو يشهد حضور الاجتماعات الرئاسيه لرؤساء وزعماء الدول المشاركه. المشاركات هي تشمل حوالي قرابه 200 دوله من كافه انحاء العالم، بين الدول التي ربما تعتبر المسببه للتلوث وبين الدول التي تعتبر المتاثره بهذا التلوث ولا سيما الدول الناميه. بدأت الوفود منذ صباح هذا اليوم بالوصول إلى مقر القمة، وبدأوا بالتسلسل في إلقاء الكلمات ابتداء من الأمين العام للأمم المتحدة، ومن ثم تلاه رئيس الوزراء البريطاني والأمير تشارلز. مشاركة المملكة العربية السعودية كانت هنا متمثلة بسعادة السفير سمو الأمير خالد بن بندر، وكانت أيضا هناك مشاركة عن طريق معرض خاص ضمن أرض للمعارض أقيم هنا في أرض القمة. المبادرات التي جاءت بها المملكة العربية السعودية في الحد من انتشار التلوث البيئي والحد من انبعاثات الكربون والخطط المرتقبة لتقليص هذه الانبعاثات خلال السنوات إلى 2030 وإلى 2050 وإلى 2060، كانت خطط تعتبر متميزة بالنسبة للباقي الدول مقارنة بمقدار التلوث الذي تسببه تلك الدول، خاصة إذا أردنا أن نتكلم عن الصين التي تعتبر هي الدولة الأولى عالميا بالتلوث البيئي وانبعاثات الكربون. حتى رئيس الصيني هو تعذر وصوله واكتفى بإرسال كلمة عن طريق الإنترنت. أما الدول الأخرى، أمريكا التي تعتبر هي الثانية، جاء رئيسها الرئيس بايدن وألقى كلمته قبل قليل، وأبدأ أيضا هناك مبادرات أيضا تبديها هذه الدول، ولكن المساعي هنا أو الأنظار تبدو أنها تنظر إلى المبالغ المالية التي سوف تصرف على الدول النامية التي تعاني من تلك الانبعاثات. فالأنظار هنا ربما تعتبر هذه القمة هي الفرصة الأخيرة لإنقاذ هذه الدول وإنقاذ هذا الكوكب بشكل عام. ما هي التحذيرات التي أطلقها العلماء ويأخذها القادة قادة دول العالم بجدية مهند؟ طبعا لا يفوتني أن أذكر أن هنا يتواجدون الآلاف من المراقبون البيئيون الذين يترقبون ما هي النتائج لهذه القمة، فتحذيراتهم مستمرة بأن الزلازل وارتفاعات درجات الحرارة والكوارث البيئية من الحرائق الغابات وإلى آخره مما يحصل في السنوات الأخيرة هي مجرد ناقوس خطر يدق في خطر هذا الكوكب نتيجة التلوث البيئي، نتيجة التغير المناخي، نتيجة ارتفاع درجة الحرارة الأرض. هم يسعون إلى أن تلتزم الدول المشاركة هنا بأن تحافظ على درجة حرارة تقارب 1.5 درجة مئوية دون أن يتجاوز هذا، فإن تجاوز هذا الرقم يأتي بكوارث بيئية أكثر مما هي عليه الآن. مهند، ما هي الآمال المرجوة من هذه القمة؟ الآمال تتعدد، الآمال هي إنقاذ الدول النامية بمساعدتها. هو مما كان في القمة السابقة التي أجريت في قمة في باريس في عام 2015، كانت الاتفاقية هو تحديد مبلغ يقدر ب 100 مليار دولار سنويا لعام 2020 في إنقاذ هذه الدول، ولكن أخفقت هذه الدول في الوصول إلى 75 مليار. هذه التطلعات أو الآمال هو السعي مرة أخرى لرفع هذا المبلغ مما ينقذ هذه الدول. الآخر أو الأمل الآخر هو يعقد على الالتزام هذه الدول
بالمشاريع تجديد الطاقة أو الطاقة البديلة، وهو ما اعتمدته الدولة المملكة العربية السعودية في مشاريعها والتي أطلقتها الآن في المعرض السعودي اليوم. تكلموا بكافة المشاريع المملكة التي تتحدث عن الطاقة المستدامة والطاقة المتجددة والطاقة النظيفة، إضافة إلى مبادرات المملكة في مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ومبادرات الخضراء بشكل عموم. هذه هي تعتبر جزء من الآمال التي يعقدها جميع المراقبون لهذه القمة. نعم، مهند الراوي مراسل الإخبارية من غلاسكو، شكرا جزيلا لك مهند.